إن شاء الله هتكون كويس. دي لسه ما كملش 7 شهور. بس أنا متأكدة إنها هتكون كويس. يا رب. يا رب. خير يا دكتور. خير، بنت زي القمر. بنت! بنت يا دينا جميلة خالص. مبروك. الله يبارك فيك. دكتور رؤوف، مدام سلمى مالها؟ للأسف بقال الليل. سلمى! لا لا يا سلمى! لا ده انت لسه ما شفتيش بنتك. مش قبل ما تشوف فيها، لازم تشوف فيها الاول. سلمى! سلمى! مش دلوقتي. طيب استني، استني لما تشوفي بنتك، استني لما تشوفي بنتك. دينا ما شافتهاش يا دينا، ما شافتهاش. سلمى، سلمى لازم تقومي. طب قومي شوفيها الاول، قومي شوفيها. طيب ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا سلمى، ما تسيبنيش. رؤوف، كنت عايزة أتكلم معاك شوية، ممكن دلوقتي ولا تحب بعدين؟ بقية في حياتك أنا كلمت المستشفى أطمن على البنت، قالوا لي إنها كويسة أوي. الممرضة سألتني هتسموا البنت إيه؟ أنا سمحت لنفسي إني أقول لها هنسميها سلمى. أنا عارفة ومتأكدة إني كنت عايز كده، بس يمكن محبتش تسألني، افتكرت اني ممكن ازعل او اتضايق، بس ده مش صحيح. معرفش اذا كنت هتصدقني لو قلت لك اني حقيقي زعلانة على سلمى ولا لا. معرفش هتصدقني ولا لا لو قلت لك ضميري بيموتني اكتر 100 مرة من قبل كده. لكن البنت زي القمر، أنا كنت بتفرج عليها وهي في الحضانة، جميلة، بتعمل
بتعمل حاجات غريبة قوي. يعني ما فيهاش حاجة مني؟ لا، زي القمر، زي مامتها. أنا مش عارف من غيرك كنت عايش إزاي. أنا بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي. أهلاً أهلاً أهلاً. جميلة جميلة. أول ما طلعت من الحضانة قلت لازم أجيبها لك علشان تشوفها. الله 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 الله، جميلة أوي. سلمى سلمى حبيبتي. هاي، أنت مبسوط؟ بتكشر ليه؟ جد بعد فترة كبيرة أوي يا دينا. طب وماله؟ أما تتبسط ابتسم. طول ما أنت شايلها وباصص في وشها كده تبتسم. الحمد لله الحمد لله. ليلى ازيك يا حبيبتي؟ مالك؟ يا نهار اسود، انا جايه لك حالا. يلا مع السلامه. ايه في ايه يا دينا؟ يوسف حاول ينتحر في المستشفى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ طلعت مات، ويوسف متهم ان هو اللي قتله. طب يلا يلا بينا ننزل لهم اسكندريه دلوقتي. ايوه بس البنت هنسيبها مع مامتك. صح. هتعملي ايه؟ هكلم رباب. رباب عامله ايه؟ عرفتي اللي حصل لليلى؟ مش وقته دلوقتي، انا هروح لها حالا. يلا اشوفك هناك. باي باي. يلا يلا يا ديلا يلا. في ايه يا ليلى؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ قولي لنا بس، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش قادره اتكلم. طب تعالي معايا بس، انا عايزاك تفكري. لا انا مش هتحرك من هنا. ممكن تقولي لنا بس ايه اللي حصل؟ مش هتحرك من هنا غير لما اشوف. خلاص سيبها براحتها. طب معلش يا جماعه، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ماشي. اهدي بس، تعالي 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 يا عوز. تعالي بس تعالي. كنت اهدي اهدي بس شويه. ايه اللي حصل بالظبط؟